السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب الجميع يكون في خير وفي نعمة إن شاء الله. يا إخواننا ده الجزء الثاني من الرد على أسئلة النحالين. الجزء الأول تم نشره وده الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. طبعا نتمنى الله يبارك في الجميع اللي ما اشتركش معنا في القناة من إخوان الجدد يشتركوا معنا بإذن الله لعل يصل لهم إن شاء الله بعض إشعارات الفيديوهات لما يتم نشر سواء النصائح أو أي فيديوهات من داخل المنحل. في سؤال لأخونا هنا بيقول: مساء الخير أستاذ محمد، هل لابد من تيتيم الخلية قبل إنزال البيت الملكي؟ والسؤال الثاني: هل لابد من تقفيص البيت الملكي على إطار فيه عسل؟ أخويا الله يبارك في عمرك. طبعا أول شيء لازم يكون الخلية سواء نزلت لها بيت ملكي أو نزلت لها ملكة عذراء أو ملكة ملقحة، لازم الخلية تكون يتيمة تشعر باليتم علشان تتقبل معاك البيت الملكي أو الملكة العذراء، تمام، أو الملكة الملقحة. ده شيء أساسي، تمام. طيب الشق الآخر من السؤال بتاعك، تمام، هل إن لازم يكون البرواز أو الإطار فيه عسل اللي إحنا ننزل عليه البيت الملكي أو ننزل عليه الملكة؟ ما هو الشرط أساسي، مش شرط أساسي الله يبارك في عمرك، لأن أنا عاوز أقول لك على شيء. ما تيجي تنزل بيت ملكي لخلية تشعر باليقم، البيت الملكي مش هتقفص عليه، البيت الملكي مش هتقفص عليه، تمام. ليه؟ لأنك أنت بتنزل لتقسيمه، بتنزل لخلية مثلا 3-4 براويز بيت ملكي، ومن ثم خلاص الخلية تشعر باليقم، الملكة العذراء باقي عليها 24 ساعة، باقي عليها 48 ساعة، ومن ثم تخرج الملكة، تمام، فالنحلة يتقبلها مباشر، تمام. ده بس لعل يكون للعلم ليك. طيب لو بننزل ملكة عذراء هل لازم نحطها في برواز فيه عسل؟ تمام، ما هو الشرط اساسي. طب ليه مش شرط اساسي؟ لانك انت لو نزلت الملكه في اي اتجاه في البرواز وقفصت على الملكه، النحل مباشره بيغذي الملكه، تمام، من فوق القفص، في تواصل ما بين الملكه والشغالات، تمام، عن طريق القفص اللي متقفصه بيه، ومن ثم بيمدها بالغذاء اللي هي محتاجاه، تمام. اتمنى يكون الصوره واضحه لك، الله يبارك في عمرك. تنبيه بسيط بس او ملحوظه بسيطه، وهي ممنوع تنزل اي بيوت ملكيه في خليه الا لما تكون بتشعر باليتم، خلاف ذلك هيتم تخريب البيوت الملكيه، تمام. الله ييسر لك الحال يا رب. في سؤال اخر من اخونا احمد بيقول: ما سبب تكدس النحل امام باب الخليه في هذه الايام؟ طبعا هذه الايام اللي يقصد بيها يعني الشهر اللي احنا فيه، شهر 5، النهارده ربما يكون 9 من شهر 5. طبعا اول حاجه درجات الحراره، ومن ثم انت اتوقع من مصر الوروار حابس النحل، فبالتالي النحل مستعد ان الوروار اول ما يرحل او اول ما يغيب شويه عن المنحل النحل ينطلق مباشره من الخلايا علشان يجلب الميه للخلايا. ده شيء اساسي، تمام. طب نصيحتي ليك، نصيحتي ليك لو عندك درجات حراره ظلل على الخلايا بتاعتك. درجات حراره 32 درجه، 35 درجه مئويه، لازم تظلل على الخلايا بتاعتك، تمام. دي نقطه حطها في عين الاعتبار. طبعا في حالة وجود وروار عندك في المنحل حط مية قريبة من المنحل او قريبة من الخلايا، تمام، لعل بس يكون الصورة واضحة، الله يبارك لك. طبعا خلاف ذلك لا يوجد شيء، تمام، الله ييسر لك الحال يا رب. في سؤال اخر من اخونا بيقول: هل يمكن ان تتلقح الملكة في درجة حرارة 40 درجة مئوية؟ اخويا الله يبارك في عمرك، عامة نادر، خلي بالك، نادر لما بيتم تلقيح الملكة في درجات حرارة 40 او 42، الدرجات المرتفعة دي، درجات الحرارة المرتفعة بيكون نادر، تمام. ولكن هل صعب؟ لا مش صعب، في الخليج او في المملكة العربية السعودية واليمن بيتم تلقيح الملكات عند درجات حرارة مرتفعة، تمام، ولكن ما بيكونش زي درجة الحرارة لما تكون 35 درجة او 30 درجة او 37 درجة، بيكون طبعا افضل في تلقيح الملكات، تمام. طيب نصيحتي ليك يا اخويا الله يبارك في عمرك، نصيحتي ليك طبعا لو انت عندك مثلا خليه فقدت الملكه او عملت تقسيمات او ايا يكن، ودرجات الحراره عندك دلوقتي 40 درجه، تمام، اولا لابد تظلل على الخلايا بتاعتك سواء تقسيمات، تمام، او خلايا المنحل تظلل عليها. الامر الاخر خلاص انت قسمت، انت قسمت وعندك زي ما بيقولوا ملكات عذاره، وربما يكون درجات الحراره ارتفعت فجاه، انا معرفش انت من هاني بلد صراحه، هل انت من الجزائر، هل من الخليج، ما عنديش علم، ولكن خلاص انت زي ما بيقولوا كده اترك الامور للطبيعه، اترك الامور للطبيعه، بمعنى انك انت اتركها ان شاء الله الملكه تخرج وتتلقح. انا عايز اقول لك على شيء، ربما يكون في جنوب المملكه العربيه السعوديه خرجت معانا ملكات وتلقحت عند درجه حراره زي ما بقول لك 40،
وربما 42 درجة، بيكون دايما على الأغلب خروج الملكات في فترة العصر، أو اللي نقدر نقول في التوقيت اللي هو بعد أذان العصر، اللي بتقل فيه درجات الحرارة شوية، اللي ربما مثلا تنزل لل 38 لل 37، ومن ثم تخرج الملكة وتنطلق للتلقيح. تمام، يعني اللي أنا أقصده إن الملكة ما بتخرجش في وقت الظهيرة، في وقت ما يكون مثلا درجات الحرارة مشتدة. فاهم أتكلم في إيه؟ ولكن زي ما انا بقول لك دايما في البلدان اللي هي نقدر نقول بلدان الشام وحتى مصر نفسينا، تمام، دايما بيفضل تلقيح الملكات او التقسيم عند درجات الحراره اللي نقدر نقول معتدله. تمام. فعامه سيب الامور لربك سبحانه وتعالى، وان شاء الله الامور تكون بخير يعني. تمام، الله ييسر لك الحال يا رب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخويا، الله يبارك في عمرك، نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه. والله يا اخي فيما يخص الكلام بتاعك ان بعض الفيديوهات اللي بيتم تصويرها، وفي بعض الناس نفوسها للاسف ضعيفه، وربما مثلا بتنظر للنحل نظره او اخرى وبيحدث مشاكل او كده، والله انا اتفق معاك في الكلام ده، ولكن انا هقول لك على شيء. يعني انا مثلا الله يبارك فيك، لما يكون اخ مثلا من العراق او من الجزائر او من اي بلد عربيه مثلا، وعاوز يسال على مكافحه الفروه، وعاوز يشوف فيديو عملي في المنحل للمكافحة ازاي، او مكافحة الفروة مثلا بالفورميك ازاي، او بالاوكزيليك مثلا، او بضم الخلايا، او اي عمل مثلا، او تقسيم خلايا، فانت بتقول ان انا بعمل فيديو مثلا الهدف منه، انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، تمام، الهدف من الفيديو دوت هدف تعليمي لواحد مثلا مبتدئ. تمام، حتة بقى ان واحد مثلا نفسه ضعيفة او حاسد يبص على الشيء دوت، او يبص على الخلايا، او يبص على الملكه مثلا، وربما يحدث امر مثلا سيء. تمام، والله انا تارك الامر لله سبحانه وتعالى، انا اكلمك انا عن نفسي او شخصي. تمام، في بعض الاخوان واخد مبدا ان يقول لك لا، صوره او فيديو من منحله يعرضها لاحد هو مانع الشيء ده، هو حر في الشيء ده. تمام، صحيح والله بيحدث مشاكل برضه في منحلنا، خلي بالك يعني، ولكن صدقني الواحد بيقول الله سبحانه وتعالى كبير. تمام، ومفروض يعني بما يرضي الله اي شخص لما يجي يشوف مثلا خليه نحل او خليه يذكر الله دايما، يعني دايما زي ما بيقولوا كده، ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بيمنع زي ما بيقولوا الحسد وما شابه ذلك. تمام، الامر الاخر الله يبارك في عمرك، الامر الاخر اخويا الله يبارك في عمرك، واتمنى يعني اي حد يستمع للرساله ديت يمشي على المبدا ده، بدل ما واحد يشوف مثلا خليه نحل او يشوف ملكه ويبص بنظرة حسد أو بنظرة مثلا سيئة، تمام، يحطها آخر، وهو الخلية اللي مجيشها نحل اللي بيشوفها ديت، تمام، صاحب النحل تعب قد إيه واجتهد قد إيه عشان توصل للمستوى دي. تمام، حاول تاخد ده، يعني المفروض إن الشخص اللي بيشوف خلايا نحل أو بيشوف فيديوهات للنحل، تمام، ما يبصش بنظرة السوء، يبص بالنظرة الأخرى وهي نظرة إن هو يتحمس، تمام، ويبارك للشخص نفسه على نحله دوت، ويتحمس ويقول انا عاوز اعمل نفس الشيء ده. تمام، ده الاساس. يعني انا اقول لك على شيء، انا ساعات لما اشوف مثلا، اكلمك عن نفسي او شخصي، شوف بعض التقسيمات او بعض الخلايا ما شاء الله المرفوعه على السلات، تمام، اولا بذكر الله سبحانه وتعالى وبارك للشخص فيها، لان عارف ان هو تعب فيها، عارف ان هو اجتهد فيها، عارف ان هو ربما يكون مكلفها مصاريف كتير. تمام، ولكن بقول انا نفسي والله ان شاء الله اعمل زي الشيء ده، وبوصل للشيء ده. تمام، لان ده الصح، انك انت توصل مثلا من تقسيمه 3 4 براويز ترفعها مثلا ل 20 برواز طابقين او خليه بعسله. تمام، ده النجاح اللي انت تقدر تعمله. تمام، بس ده مش هيجي كده من فراغ، تروح مراعي تباشر النحل بتاعك، تعمل باجتهاد وقت التغذيه مثلا او وقت التجييش، لو النحل محتاج تغذيه تغذي بالكامل، ده كله تكافح نحلك من الفروه، ده كله مصاريف. تمام، انما للاسف اصحاب النفوس المريضه اللي بيبصوا مثلا لبعض الخلايا او لبعض الملكات، تمام، بنظره ربما يكون للاسف يعني بتكون نظره فيها حسد وبغيضه وما شابه ذلك، ده خلي بالك يعني دولت منهم لله سبحانه وتعالى. تمام، زي ما الاخ اتوقع كمال تفضل قال لك، ربما يكون في بعض المخلوقات او بعض الكائنات بتتحسس شويه من موضوع العين، وقال لك ذكر لك قال لك منهم النحل يعني. تمام، فنتمنى والله يعني من اصحاب النفوس المريضه، انا بسميهم نفوس مريضه، تمام، بدل ما تبص على حاجه غيرك بنظره حسد، بص لها بنظره المباركه. تمام، وحاول انك انت
تعمل باجتهاد عشان توصل للحاجة دي، للتطور ده. الله ييسر الحال يا رب. مشكور يا اخويا. في سؤال تاني من اخ بيسأل، بيقول ان الخلية بتاعته بها 5 اطارات في العسل، بيقول كل اسبوع تراب بيتين احلال اهدمهم، بيقول ايه، وطبعا بيتكرر الموضوع دوت كل اسبوع، بيقول ما هو الحل الامثل لهذه الخلية؟ تمام. بيقول طبعا تبقى له شهر على موسم الفيض. اخويا الله يبارك في عمرك، طالما الخلية ديت باستمرار طبعا طبعا بتبني بيوت احلال للملكة، خلية عندك ربما يكون دلوقتي بتتكلم في 15 برواز، 10 براويز في الطابق الاول التربية وخمس براويز في العسل. طالما الخلية او النحل مصمم على احلال الملكة، الملكة ديت نقدر نقول قدرتها، خلي بالك قدرتها 15 برواز او 10 براويز، تمام، او 12 برواز، ما عندهاش القدرة ان هي تتطور معاك وتوصل لل 17 وتوصل لل 20 برواز والثلاث طوابق، تمام، لان كده النحل عاوز يعمل لها احلال، لان ما عندهاش القدرة للتطور ازيد من كده. نصيحتي مني ليك، نصيحتي مني ليك، تمام، لو عندك ملكة نقدر نقول فتية او ملكة ملقحة جاهزة، استبدلها مع الملكة دي، تمام، لانك لو استبدلتها مع الملكه ديت في خلال الشهر ده هتستغلها استغلال كويس جدا ما شاء الله، والامر هيكون كويس. ثم الامر الاخر، معنى انك انت بتهدم البيوت بتاعه الاحلال ديت مره واثنين وثلاثه، هتيجي بعد كده هتلاقي النحل نفسه قتل الملكه. انا بكلمك على شيء خلي بالك واقع من ارض الميدان شفناه، تمام، لان النحل بيديك فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه انه عاوز يعمل احلال للملك، تمام، هيجي في مره يقتل الملك. فزي ما انا بقول لك، يا اما تترك بيوت الاحلال دي تطلع لك ملكه عذراء، تمام، ده امر. الامر الاخر، لو انت عندك ملكه نقدر نقول ملقحه وجاهزه وممتازه، تمام، شيل الملكه اللي النحل بيعمل لها احلال، ومن ثم تنزل الملكه الملقحه ديت في الخليه دي. دي طبعا نصيحتي ليك واتمنى تعمل عليها، تمام. الامر يرجع لك، يا اما تترك بيت الاحلال يخرج منه عذراء، تمام، يا اما تنزل ملكه ملقحه جاهزه، ملكه فتيه ملقحه للخليه دي، تمام، وترفع طبعا ملكه الخليه ديت اللي هي النحل عامل لها احلال، تمام، ترفعها من الخليه دي. ده الامر باختصار شديد، لان طبعا لو النحل مثلا، لو انت بتقول لي ان النحل فقط عاوز يعني بنى بيوت احلال مره واحده، هقول لك اهدمها. انما ما تقول لي مره واثنين وثلاثه وكل اسبوع بيكرر الموضوع ده، لا، اقول لك لا، هنا النحل مصمم على الاحلال، تمام. اتمنى يكون الصوره واصله لك، ونسال الله يا رب التيسير لي، تمام. في سؤال من الاخ اسماعيل، بيقول ان هو عنده ملكه كارنيكا جيل اف 1، بيقول قويه جدا ما شاء الله، نسال الله يا رب يرزقك وييسر لك الحال. بيقول ان هي طابقين ولكن شرسه جدا، بيقول ماذا افعل بها؟ اخويا اسماعيل الله يبارك في عمرك، على العموم طالما انت عندك، اتوقع انت عندك موسم، او نقدر نقول عندك نشاط، لان طالما الخليه طابقين عندك نشاط وفي تطور، وبالتالي اكيد عندك كميات من الحضنه في الخليه دي، فشيء طبيعي ان يكون في شراسه، شيء طبيعي يكون في شراسه حتى لو الشراسه شديده، تمام. حاول بقدر الامكان في فحص الخليه دي، لما تقوم بتيجي بفحصها تفحصها يا اما في الصباح المبكر يا اما قبل غروب الشمس، تمام، ما تجيش وقت سروح النحل تفحص الخليه، تمام. طيب في اعمال اخرى نقدر نقوم بيها غير كده؟ لما تيجي تدخن عليها او تفتحها، حاول تفتحها بكل هدوء، حاول تدخن تدخين بسيط، تمام، حاول تجيب خلية فارغة، خلية فاضية، ومن ثم ما تيجي تقوم بفحص الخلية ديت اللي هي الطابقين، تمام، تشيل البراويز بهدوء لعلك لا قدر الله ما يحدث فقدان للملك، تمام. الأمر الآخر، طبعا الخلية دي عشان تقدر تخليها هادئة معاك، حلك الوحيد تضعفها. تضعفها ازاي؟ ان الخلية الطابقة، طب هتقول انا داخل على موسم عسل وعاوز استفيد، يبقى انت لازم تخليها. فاهم اتكلم في ايه؟ طالما انت عندك موسم عسل وعاوز تستفيد ايا يكن نوع الموسم عندك ايه، لازم تسيبها وتستفيد منها. في شراسه، نعم هيكون في شراسه، بسبب زي ما انا بقول لك قوه الكثافه النحليه، انت بتتكلم في طابقين، بتتكلم موجود حضنه في الداخل، ربما يكون مرعى عندك ممتاز، ده كله بيعمل شراسه، تمام. فنصيحتي ليك، حاول بقدر الامكان تفتح الخليه للفحص، تمام، في اوقات ما يكونش سروح النحل فيها قوي، يكون سروح النحل في اقل مستويات، تمام، ده نصيحتي ليك. خلاف ذلك وانت مضطر انك انت لازم تي عندك او تخليها نقدر نقول في قمه الهدوء، حلك هيكون انك انت لازم تقسم الخليه ديت او تضعف الخليه ديت عشان تقدر تقوم بالفحص بصوره صحيحه. ده اللي انا اقدر افيدك فيه، تمام.
طيب السؤال هنا الأهم اللي أنا بطرحه عليك، وهو هل الملكة الكرنيكة ديت فيما قبل لما كانت مثلا طابق واحد أو كانت مثلا 7-8 براويز كانت هادئة، كان فيها طابع الهدوء، ومن ثم لما رفعت طابقين وزادت الكثافة النحلية بقت شرسة؟ تمام، السؤال ده يحتاج إجابة. ولا الملكة ديت من البداية تحمل صفات الشراسة؟ تمام، لأن ده برضو مهم جدا. هل الخلية دي لما كانت مثلا على طابق واحد 6-7 براويز كانت شرسة ولا كانت هادئة؟ أتمنى ترد عليها على السؤال ده، لأن ده سؤال مهم وهو ده فيصل الموضوع. تمام، في سؤال آخر، ونسأل الله طبعا التيسير ليك أخونا إسماعيل. في سؤال آخر من الأخ أحمد بيقول: السلام عليكم، فتحت الخلية اليوم وجدت رحيق بين الحضنة وفي الأعلى بسيط، مع العلم أن منتظر موسم البرسيم، هل هذا دليل على أن الموسم قد بدأ؟ أخوي أحمد الله يبارك لك، طبعا بالنسبة لموسم البرسيم داخل مصر، حتى اللحظة اللي أنا أكلمك فيها بتاريخ اليوم 9 مايو لسنة 2023 أو 9/5 لسنة 2023، الوروار حابس النحل في معظم أنحاء جمهورية مصر العربية. فهمت أتكلم بقول إيه؟ الوروار حابس النحل على مستوى جمهورية مصر العربية. تمام، الأمر الآخر، بداية سروح النحل على مرعى البرسيم بيجيب كميات من حبوب اللقاح في البداية، بتحضن الملكات في البداية، ومن ثم بيجي بداية من يوم 15/5 يبدأ النحل في جلب الرحيق. طبعا الكلام ده في حالة ايه؟ في حالة ان مفيش وروار، مفيش حاجة حبسة النحل. انا لسه ناشر فيديو من 3 أيام على القناة، تمام، وتكلمت فيه ان لابد النحال يضع مية شراب داخل المنحل بسبب ان الوروار حابس النحل. اتكلم الكلام موجه لنحالين جمهورية مصر العربية، تمام، فلعل بس يكون عندك العلم. طب هل ممكن مثلا ان الامور عندك شوية كويسة وما فيش وروار عندك والنحل انطلق للسروح؟ ممكن. طب هل النحل هيجيب دلوقتي كمية من الرحيق بغزارة من عندك من البرسيم؟ لا، زي ما قلت لك النحل في البداية بيجيب كميات من حبوب اللقاح، ومن ثم بيبدأ بتاريخ 15/5 يجيب كميات من الرحيق. اتمنى يكون الصورة دي وصل لك. تاني شيء اخويا احمد الله يبارك فيك، انصحك نصيحة، وهي لو كمية مخزون العسل داخل الخلايا اللي عندك دي صفر او عندك وروار، لازم تدعم الخلايا اللي عندك دي بكميات من التغذية قليلة جدا علشان تدعم الحضنة اللي في الداخل، سواء حضنة مفتوحة او حضنة مغلقة، زي ما انا قلت لك بالخصوص ان الوروار حابس النحل ده. طبعا لو الوضع عندك زي عندنا وزي معظم نحالين مصر، تمام، والله ييسر لك الحال يا رب. في سؤال اخر، في اخ بيقول ان هو رفع عاسله في 27 مارس بعد ما امتلأت خليه التربيه، بيقول لكن بعد شهر وجدت الخليه طردت وخرج منها على الاقل طردين، بيقول مع العلم انها بنت 4 اطارات في العاسله ثم توقفت، وجدت خلايا ذكور كثيره، لما سال احد النحالين قال له عندما يبني النحل كميه من حضنه الذكور بكثره فهو يريد التطريد. بيقول هل صحيح الكلام دوت؟ وقول ما العمل مع العلم ان قال لي ان النحل ذو النوعية الاصفر او سلالة النحل اللي هي لونها اصفر، بقول ميال للتطريد ولا يحب الاستقرار، بقول هل هذا صحيح ولا لا؟ طيب اخوي الله يبارك في عمرك، اول شيء، هل النحل اللي هو الاصفر او اللي لونه اصفر ميال للتطريد؟ دي ما هاش علاقة، ولا نحل اصفر ولا نحل اسمر ولا اي لون من الالوان، تمام، ده بتكون صفات في الملكة، في ملكات بتحمل صفات، تمام، اسمها الله يبارك في عمرك ان هي بتطرد، مش عدم الاستقرار، لان عدم الاستقرار ديت ان الخلايا تهجر او النحل يهجر الخلايا بتاعته، عشان بس يكون العلم واضح ليك، تمام. طيب احد النحالين قال لك لما النحل يبني كمية ذكور ده يدل على ان الخلايا هتطرد، نعم ده صحيح، الذكور في وقت النشاط بتكون بكميات كبيرة، تمام. طب الخطأ حدث عندك من فين؟ او الخلايا دي طردت عندك طرد واتنين ليه؟ لانك لابد انك انت زي ما تكلمنا في بداية الفيديو وبنتكلم باستمرار، وقت النشاط النحال يقوم بالفحص الدوري كل 6 أو 7 أيام، لازم يفحص الخلية رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3، لو عنده خلية فيها 4 عاسلات يفحص الخلية كامل مكمل، اي بيت ملكي يهدمه بعد التأكد من وجود الملك، ده بند اساسي لازم نمشي عليه. فانت بالتالي حطيت براويز في العسلة، النحل قام بعملية بنائها، ولكن تركت أو أهملت بيت طابق التربية، فبالتالي حدث بناء بيوت تطريد والخلية طردت طرد واتنين،
تمام. فالخطأ مع الاحترام منك انت بعدم المتابعة. انا نشرنا فيديو، معرفش هل استمعت ليه انت ولا لا، عن اهم الاعمال اللي يقوم بها النحال في شهر 5 او شهر مايو، تمام. ده نشرناه على القناة من حوالي يمكن 5 ايام، وتطرقنا فيه لاهم الاعمال اللي يقوم بها النحال على معظم الدول العربية. يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، تطرقنا للاخوان جميعا، ربما يكون من الخليج تمام لشمال افريقيا لبلدان الشام، عن اهم الاعمال اللي لابد يمشي عليها النحال. والعمل دوت ربما بنمشي به كل شهر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربما يكون يعني من سنة تقريبا بنمشي على العمل ده. كل اول شهر بننزل فيديو لاهم الاعمال بتاعه الشهر اللي احنا ماشيين فيه، تمام. ولما بنيجي نتطرق للحديث ما بنبصش ان احنا دلوقتي نتكلم مثلا على الخليج فقط او مصر فقط، لا، بنحاول نتوسع. الاخوان اللي عندهم موسم صدر مثلا في ليبيا، الاخوان مثلا اللي عندهم بعض مواسم العسل في المغرب، مواسم السمره في الخليج، مواسم العسل في الاردن او الشوكيات او حبه البركه في سوريا، بنحاول نتطرق في معظم البلدان، وبنقول لعل النحال يستمع ويقدر يستفيد من الشيء ده. فاتمنى منك تتابع معظم فيديوهاتنا. الامر الاخر، وزي ما قلت لك ان الخطا حدث من عندك بسبب الاهتمام بالفحص الدوري، عدم الاهتمام بالفحص الدوري ادى لخروج طرده ومن ثم الطرد الاخر، تمام. طب انا عرفت ليه ان هو خطا من عندك؟ لان لو كان في اهتمام من عندك كنت اقول لك خرج طرد واحد فقط من عندك، وانت بالتالي ما انتبهتش ليه، وانتبهت في المره الثانيه وهدمت البيوت الملكيه وما خرجش طرد تاني. انما انت للاسف بتقول خرج طردين من عندك، وبيكون دايما في فاصل ما بين الطرد الاول والطرد الثاني في حدود ما بين الـ5 او الـ6 او الـ7 ايام. فاهم اتكلم فيه؟ على العموم، حدث خير اللي انت تقوم بيه دلوقتي او اللي انت تعمله دلوقتي. نصيحتي مني ليك، افحص الخليه اللي عندك، اترك لها بيت ملكي واحد او اترك لها عذره، واهدم جميع البيوت الملكيه لعل العذره ديت تاخر مره ثانيه. طيب الخليه طبعا قلت فيها الكثافه النحليه، تمام. فبالتالي شيل العسيله اللي عندك ديت، اضغط النحله عندك، تمام. ممكن تضغطه طبعا على طابق واحد، تضغطه مثلا على 8 براويز او 7 براويز، لان خرج كثافه نحليه عندك طردين، تمام. ومن ثم تنتظر تلقيح العذره، ولكن لازم تفحص الخليه وتترك عذره واحده وتهدم جميع البيوت الملكيه. ما عملتش كده هيخرج لك طرد واثنين وثلاثه ومجموعه من الطرود بكميه كبيره جدا، تمام. الله ييسر لك الحال يا رب. طبعا اتوقع اخوان كده ربما يكون ردينا على معظم الاسئله هنا. لو في احد الاخوان كان سال سؤال او سال او استفسر عن اي امر على القناه او في التعليقات او على حد الفيديوهات، نتمنى ينبهنا، ربما يكون ناسي او سهوان، تمام. ونسال الله يا رب التوفيق للاخوان جميعا، والله ييسر الحل للجميع. وبنعتذر لو اخطانا في شيء او نسينا شيء، تمام. فنتمنى سواء التذكير من الاخ اللي بيستمع لينا او مننا ذكرنا لو في حاجه اخطانا فيها، تمام. والله ييسر الحال للاخوان جميعا. مشكورين شكرا جزيلا.